تحية طيبة مشاهدي الكرام. لماذا تتسابق الدول العربية على إنشاء فروع للجامعات الغربية في بلادنا وخاصة في دول الخليج؟ أليس هناك الآن فروع للجامعات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والألمانية وغيرها؟ الهدف من وجودها تفاخري تظاهري فقط؟ يتساءل أحدهم. أليس حريا بنا أن نطور جامعاتنا الوطنية بدل أنفاق الملايين على استخدام الجامعات الغربية المكلفة؟ ألا تشكل الجامعات الأجنبية خطرا أمنيا وثقافيا واجتماعيا على بلادنا؟ ألم ينشأ بعضها منذ عشرات السنين لأغراض تبشيرية بالدرجة الأولى بشهادة أصحابها؟ ألا يشتكي المصريون من أن بعض الجامعات الأجنبية لديهم مرتبطة بجهات دفاعية واستخباراتية في بلدها الأصلي للتجسس على المجتمع المصري واختراقه؟ ألا يعترف الأمريكيون أنفسهم بأن الهدف من تلك الجامعات يعتمد على خلق صفوة تحكم العالم الثالث وتكون تابعة ثقافيا وسياسيا وفكريا للنموذج الغربي؟ ألا تهدف إلى نشر القيم الاستهلاكية وأساليب الحياة والعادات التي من شأنها توسيع نطاق السوق الرأسمالي الغربي؟ ثم أليس من الخطأ نسخ مشروع غربي ناجح من دون خلق الظروف الموضوعية التي تسببت في نجاحه في بلده الأصلي من حرية وديمقراطية وانفتاح؟ لكن في المقابل لماذا لا نقول إن الهدف هو رفع مستوى التعليم العالي في بلادنا وتعميق نوعية التعليم عن طريق الاستفادة من الخبرات المتراكمة لمؤسسات وجامعات غربية عريقة؟ ألا تستهدف هذه الجامعات الغربية توفير فرص للدراسة الجامعية العليا للطلبة الذين لا يستطيعون أو لا يرغبون في استكمال دراستهم العليا في الخارج لسبب أو لآخر؟ ألا يؤثر وجود فروع من جامعات غربية ناجحة ومتمرسة في حقول العلوم المختلفة إيجابياً على الجامعات المحلية ويرفع من المستوى الإجمالي للتعليم الجامعي؟ أسئلة أطرحها على رئيس الجامعة الأمريكية في الكويت سابقاً الدكتور شفيق ناظم الغبرة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الآن، وعلى خبير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجدي سواحل. نبدأ النقاش بعد الفاصل.